سلام. انا لقيت اني مش ممكن اتجوز جاد. عندك حق، ده شربه. يا ريت شربه، ده انا لو اتجوزت اموت. خلاص ما تتجوزيهوش. واروح فين؟ انا مليش حد في الدنيا. شريف، لازم اروح له اقوله اني ماليش غيرك. تروحي له؟ ايوه، بعد الامتحان اهرب. لازم اهرب. ده انت بقيتي جريئه قوي. خلي ابوسك قبل ما تمشي، هتوحشيني. شش، اسكت. النهارده اخر يوم في الامتحان، كل سنه وانت طيب. هعلم على ورقتك. وانت اتفضلي. اتفضلي. ده انا كنت نازل لك مصر. اقفلي الباب. أمينة. نعم. تتجوزيني؟ أيوه. يبقى نسافر مصر نكتب الكتاب هناك. ماما واخواتي هيفرحوا بيكي قوي، هيعملوا لنا فرح يجنن. شريف، انا مش عاوز انزل مصر، خايفه قوي. خلاص نتجوز هنا، بكره الصبح ننزل اشتري لك شويه فساتين واشتري لي بدله ونتجوز بعد الظهر. انا معايا 6 جنيه ونص، والسلسله دي دهب نقدر نبيعها ونشتري كل اللي احنا عاوزينه.
حاجة بسيطة خالص، بسبوسة بالسمن البلدي واللوز من عند أكبر حلواني في البلد حاج مدبولي. أمال فين الأنسة أمينة؟ معرفش، استنيتها على باب المدرسة بعد الامتحان وما خرجتش. قلبت عليها مصر ما لقيتهاش. ما لقيتهاش؟ أمال راحت فين أمينة؟ راحت فين؟ خايفة مني وانا نايم معاكي في أوضة واحدة؟ لا أنا مش خايفة منك، أنا كنت بخاف من جاد، كان بيبرق لي كده بطريقة غريبة ويروح ماسكني مرة واحدة زي الحتاية. بس تعرف إنه غلبان قوي، صعبان علي. طب ما اتجوزتوش ليه؟ ناس كتير بيصعبوا علي، معنى كده إني أتجوزهم كلهم؟ انا اتجوز بس اللي ايه؟ بحب. يا حياتي تصبح على خير. هيجيلك نوم؟ اهو هفضل بصلك كده لحد الصبح. ازاي تخليها تضيع منك؟ انت اللي خيبة، ازاي ما تخليهاش تحبك؟ ازاي تخليها تميل لواحد تاني؟ وهي بتميل لواحد تاني؟ ايوه بتحب واحد تاني. طب ليه انا مالي؟ عيب ايه؟ ده احنا من طينه واحده. اتكلم يا عمي، مين هو؟ مين هو؟ هو انت سناء؟ يا سناء اهلا يا عمي. قولي لي يا بنتي، امينه راحت فين؟ حصل لها حاجه؟ انت صاحبتها وسرها معاكي. هي سابت جواب لحضرتك، عن إذنك أجيبه لك حالا. أمينة راح. ما يكونش الولد ده هو اللي غواها وخطفها؟ أيوة لازم الولد ده هو اللي خطفها. ما تعرفش بيته يا عمي؟ مالوش بيت في مصر، تعرفه قابلها في البحر الأحمر. يبقى لازم نبلغ البوليس علشان ننقذ أمينة ويسجنوه. أنت عاوز تفضحنا يا جد؟ بوليس ليه؟ وأنا رحت فين؟ مش هيقدر ياخدها مني. تسافر يا جد؟ أسافر. يلا بينا. حرمنا يا سيدنا الشيخ. جمعا ان شاء الله. وهتكتبوا انت ان شاء الله الليله. حضرت الشهود؟ الحاج علي وسالم. معاكوا بطاقات؟ ايوه. قصدي الانسه. ايوه معايا. على خيرة الله. انا عاوز استفسر من حضرتك عن حاجه يا سيدنا الشيخ. ايوه يا بنتي. انا حلفت على المصحف ورجعت في حلفاني، اعمل ايه؟ لا تتعودي الحلف، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وعند عدم المقدرة صيام 3 أيام والله أعلم. خلاص نصوم سوا 3 أيام بعد الجواز. ربنا يهديكم يا ابني. بقول يا سيدنا الشيخ. تفضل. مش ممكن نكتب كتابنا في الجامع هنا؟ ممكن قوي، يبقى من فضل الله عليكم. خلاص يبقى احنا نيجي لحضرتك بعد المغرب إن شاء الله. على خيرة الله. على مهلك يا عمي. انت كمان جبان؟ اسكت عشان نلحق نلاقي امينة. خلاص ايه رأيك؟ يجن انت جميلة قوي،
اجمل من اي حاجه في الدنيا، وانا بحبك قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. لا يا شريف، بعدين. والله على ما اقوله شهيد. والله على ما اقوله شهيد. قولي يا انسه، قبلت هذا الزواج؟ قبلت هذا الزواج. الفاتحه مضروب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عناية يا أمينة، فعناية. Thank you.
اطلع يا اسطى. أمينة أمينة ما فطرتيش ليه؟ أنا جاد، أنت مش فاكراني؟ أنت مش فاكراني؟ إيه؟ أنت روحتي فين؟ أنت توهتي؟ في عناية يا أمينة. نور مطفي، تعال يا روحي اقعدي. بابا قال على مطرح الشمع انا هنور لك الدنيا حالا. تعالي ادخلي اوضتك، تعالي عشان تستريحي. الليلة ليلة فرحك. على مين يا أمينة؟ ها؟ ده احنا مخطوبين وأنا قاري فتحتك وعهدنا ربنا إن احنا نبقى لبعض. كنت عايزة تتجوزي عليا يا أمينة؟ طب ما احنا متجوزين. شمعة واحدة مش كفاية. النور لازم ينور اوضتك كلها كلها يا أمينة. مئة شمعة، ألف شمعة، مليون شمعة. أنا مش مصدق يا حبيبتي إننا بقينا لوحدنا مع بعض. ده حلم في الاخر يا امينة. بقينا لوحدنا. عاوزين يبعدونا ليه؟ ده احنا اتحرمنا قوي وتعذبنا كتير وقاسينا اكتر واكتر. امينة الباب مقفول علينا وانت لابسه فستانك الابيض والشمع منور. بس يا خساره الفستان عليه دم يا امينة. لازم تقلع الفستان ده لأن فيه دم. اقلع الفستان يا أمينة، اقلع الفستان ده. الفستان الفستان عليه دم يا أمينة. Thank you.
بالك من أمينة يا جاد. أمينة في عناية يا عمي. خد بالك من أمينة يا جاد. أمينة. أمينة في عناية يا عمي. عشان خاطري المرة دي كل عشان الدكتور ما يزعلش منك. استاذ عبد الحكيم، في واحد سأل على الأنسة أمينة وفجأة وقع مغمى عليه. هو موجود هنا دلوقتي. موجود هنا؟ أيوة، في أوضة 15. ده مش انسان، ده وحش مفترس. ده كان ابني. ازاي ابني؟ ازاي جاك تعمل في امينه كده؟ ازاي؟ وازاي انت كنت هتموتني؟ وعشان ايه؟ كنت بدافع عن شرف بنتي. ولو برضه مش بالقتل. امينه كانت مراتي. ما كنتش عارف. كنت تسال؟ خلاص، الحمد لله اللي جت سليمه، والا ما كنتش انا بره دلوقتي. وإذا كانوا لسه هيحاكموني فأنا قابل بأي حكم عليا. وأمينة بنتي مسؤولة مني. وعلى كل حال أنا بحلك من أي ارتباط. أمينة مراتي. وهتفضل مراتي لحد آخر يوم في عمري. ربنا يخليك يا ابني. أنا ما كنتش عارف إنك ممكن تكون شهم بالشكل ده. ما كنتش عارف. نظراً الظروف الصعبة اللي مرت بيها، أنا شايف إن حالتها مضطربة ويمكن تحتاج لبعض الوقت عشان توصل لحالتها الطبيعية. قد إيه يا دكتور؟ في الحالات دي من الصعب تحديد وقت، ممكن أيام، ممكن أسابيع، وممكن شهور، وممكن سنين، وممكن تفضل كده على طول. مين عارف؟ يا حبيبتي يا بنتي، أنا هاخدك من هنا. أنا هعرف إزاي أخليك ترجعي للدنيا تاني. أمينة، أنا عايز أقولك ويا ريت تسمعيني. أنا بقيت كويس أهو. أنا بحبك. يا ريت تسمعيني يا أمينة. كل اللي حصل لازم ننساه. مستقبلنا مع بعض. مستقبلنا مع بعض يا أمينة. ما تتكلمش عن المستقبل يا شريف يا ابني. أمينة بنتي. يا مين يعرف مستقبلها إيه؟ اركبوا بسرعة يلا. أمينة
شريف اهو يا امين. يلا اركب. يلا يا امين. على فكرة انت ليك عندي حاجة. المركب يا امين. انت ليه جريتي امبارح؟ مركبتي اهي. انا ماشي. انا ماشي يا امينة. سناء هتاخد المركب وتمشي يا امينه. سناء هتاخد المركب وتسيبك. غاوية تنزلي المايه بهدومك. انت انقذتني من الموت. ده انت اللي انقذتيني.